وسط حضور عدد كبير من الشركات والجهات الحكومية والخاصة، أشاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله بأهمية الدورة السادسة من معرض الصناعات والبناء. المعرض الذي يقام تحت رعاية وزير الإسكان يعتبر من المعارض المتخصصة التي تساهم في نمو وتطور قطاع البناء والتشييد بالكويت من خلال تواجد المختصين في هذا المجال تحت سقف واحد. آمل إن شاء الله أن تصب الحكومة في دراسة هذه المقترحات وأن نتعاون مع القطاع الخاص من أجل تخفيف الكاهل المواطنين إن شاء الله بما فيه الفائدة للدولة بشكل عام. شكرا.